ازيك يا شباب؟ الفيديو ده على 2022 بعد ما ظبطت بقى الشعار وظبطت اللبس. مش عارفه اقدر اوريكم اللبس ولا لا، بس بصوا ده الشعار الجديد. اللبس انا الصراحه مش عارفه ازاي اوريكم، بس احنا معانا 20 مليون، فدي حاجه حلوه جدا. يعني عايزين نحاول نجيب اي لعب كده ولا كده ولا اي بتنجان. بصوا يا سيدي، بيقول لنا بقى عليك التوقيع مع 2 لاعبين على الأقل بالسن أصغر من 20. تقييم الإجمالي المتوقع من معدل تقييم الإجمالي اللاعبين اللي يلعبون حاليا بنفس المركز. خلال 2 موسم عليك تتعاقد مع لاعب الشباب في الفريق الأول. المدى الطويل خلال تمام. بص يا جدعان، دلوقتي بقى ايه، انا عايز اجيب واحد اللي هو اديامي 14. بص اشوف بص ايه حركاته وسكناته. تسارع 94، سرعة الجري 94، رشاقة 88، توازن. طب التصويب بقى والتسديد، التسديد 75 يعني، والله حلو. جرين نوت ده ليه؟ ده لاعب تعبان، ده كمان لاعب تعبان. طب حجازي 6 مليون، ده 14، ده 6 مليون. طب لياو لا، بص يا سيدي انا عايز اديامي. تعال نجرب مع اديامي الاول، عشان اديامي يعني اهم حاجة فيه السرعة، دي احسن حاجة فيه، والتسارع وكل الحبشتكنات دي. حطني لعيب مين بقى فوق، عشان هو مش شاف اي لعيب من فوق. بص هقولك، اظهرة لا، نبقى وسط 9 مليون، لا مهاجمون عندنا منهم كتير. بص يا سيدي، خد لك جراند ده عشان اصلا مش طايقه، يعني خد لك معاها ايه، خمستاشر مليون يا سيدي، 15 مليون، وقول 500 وشوية، او اقول لك خليها 200. ها ايه رأيك؟ حلوة الكرة دي. يعني ما بحبش الكرة دي، بس تمام. شرط عند البيع 14، 15 400، ماشي. ده لو بعناه اصلا، لو بعناه عشان مش هبيعه. ماشي تعالى بقى وريني بقى يا سيدي. 25,000 كنت بتاخد هام، تلعب هام حاسم، هو الكلام بفلوس. خد 4 سنين، لا يا سيدي انت تاخد معانا 5 سنين. ها. انت عندك 20 سنة، انت هتهزر تجاهم. 41 مليون. طب بقول لك ايه، بص 100 مليون، توافق على 100 مليون؟ ابوس ايدك. بص انا 100 مليون دي هتدلع بيها قوي. طب اقول لك 50 مليون، 50 مليون، هذا 40 مليون. طب 45 مليون، ايه ماشي
لا بقول لك ايه، انت هتجيب معانا عجوان كتير، انت ما تهزرش. هاخد لك 72,000، 72,000 حلو يا رب. ياه اخيرا انضميت لفريقنا يا عمي. تعال نخش بقى ايه على عمك تريزيجيه، تعال نخش على عمك تريزيجيه قلوب الدفاع. بص يا سيدي، قلوب الدفاع ده 74، هديلك اللي ب72 ولا تزعل، ب72 ولا تزعل نفسك، وهديك كمان معاها. واحنا اخرنا كام بس؟ 11 مليون. طيب اخرنا 11 مليون، فانا هديك 9 مليون. وايه صفرها لي بقى، ايه كده صفر صفر صفر. او اقول لك خليها 8 مليون بس عشان اعرف ان انا اتعاقد معاك، بس معلش 8 مليون وكده. ها حلو حلو جميل. تفاوض بقى مع حجازي يا ناس، حجازي ايوه، عندك بقى الجوافة وعندك شوية البهارات والحبشتكنات يا عم. تمام، سنتين لا تلاتة، حلوة تلاتة، عجباني رقم تلاتة اوي. ماشي، ولا تزعل نفسك، شباك نظيفة. بص الزلت ده هتفلسنا، بس بص قلل لي شوية معلش والله يا عم، حجازي بس يعني عايزين الفلوس دي لو سمحت. سيب لنا 10,000 نتهنى بيها. حلو، قبل قبل، مهم عندي ان هو قبل. ده نجيبه كام ده؟ مليون؟ لا معناش خلاص، معناش فلوس، خلاص قفلنا كده خلاص. هيجازي ايه ده؟ فين اللعيبة؟ فين اللعيبة؟ اهي اهي ادي يامي. بص ادي يامي، خش من هنا ادي يامي، وسع لعمك اديان، وسع لعمك اديان. بقول لك خش معايا، خش خش في مصر لو تعرف يعني. ايوه فهمني انت ده، خليك انت بقى على تحت كده، خليك انت كده بس دلوقتي. بس بقول لك ايه، تعالى كده شوية، ايوه ما انت كنت شغال كويس. برضه
طب تعالي كده. طيب طب تعالي كده. ارقف يا عمي. ممكن حضرتك طب اقول لك بص على شوي ايه. طيب مدته W ده R M. طب بقول لك ايه فين ده؟ لا مجيش مجيش انت في الحته دي. ماشي بس خليك ايه بس جميل. ايه ده انت غيرت من ضغط متوسط ضغط كده. من هلا لعبة سريعة زي ما هي. خليك انت شعور متوازن. هجوم مختلط مهاجم وهمي حذرة ده من الفئة الأساسية. بقاء في المقدمة لو انت شعور متوازن. بقاء في المركز. هجوم مختلط مهاجم وهمي حذرة. بقاء في المقدمة تمام. تريزيجيه لا بقاء في المقدمة. انت بقاء على الأطراف ده متوازن. اضطراب من زميل هنا ماشي. خندور بقاء في المقدمة. انت متوازن بقاء على الأطراف حذرة طبعا. ماشي حذرة. تغطية الجناح. تغطية المنتصف. تغطية المنتصف. التزم بالمركز. توجه الأطراف. تحرك حر. تحرك حر. البقاء في الخلف أثناء الهجوم. لعب كمهاجم. الضوء بالهجوم. ماشي عادية. التزم بالمركز. التزم بالمركز. ماشي عادية برضه. التزم بالمركز. هجوم متوازن. بقاء في الخلف أثناء الهجوم. أثناء الخلف أثناء الهجوم. معقوسة. التزم بالمركز. التزم بالمركز. بقاء حذرة عادية. هجوم مختلط. لا معكوسة. التزم بالمركز. بس كده خلصنا.
خلصنا التشكيلة، ولو عاوزنا برضه نظبط فيها حاجات يعني نظبط. تعالى نظبط على مدرب كده، خليه شيك كده، واحد أنيق، خليه واحد أنيق. هذا الشعر كده ايه ده؟ مفيش حاجة نخليها زي ما هي يعني. دي لا مش طويل قوي كده يعني، متوسط حلو كده. ده عامل زي بوجبا كده، ضايقة أوي على شكله دي. هكذا دي كده، لا اللي فاتت كانت أحلى. طب دي، لا 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 اللي فاتت كانت أحلى عليه. يا استنى ايه ده، ماشي دي ولا اللي فاتت دي؟ تاني دي حلوة، أو دي تاني. أنا اختار دي، اختار دي. وريني كده، بص انت عايز تظبط شوية في في الوش، مناخير، حلو اوي المناخير دي. عاجب، مش عايز تظبط فيها يعني، مش عايز تظبط فيها البشرة، مش عايز تظبط فيه الوش. حلو الوش بس اللي فات. لا انا عجبني على الوش الصراحة، بس حلو كده كده انت شيك، بس كده كده انت تمام. ايه نلعب بقى الماتش الاول ونكمل في الحلقة الجاية، ماتش واحد كده ونكمل في الحلقة الجاية ان شاء الله. ماتش واحد، ماتش حلو، ماتش واحد مش هدور. على الاقل برضه نجرب لارين. ايه كأس الايه الدول الاوروبية؟ ايه كأس الدول الاوروبية ده؟ هذا مركز النادي يا حبيبي. هزر يا عم انجز، انت هتهزر. اردت ان اعلمك ان مركز النادي بعد ان وافق على التوقيع تحياتي. ها ايه ده؟ ماشي بس كده. نلعب ماتش واحد وحيد مفيش غيره. اقتراحات وش وانت مالك، وانت مالك وليه كده؟ اقوى واحد في التشكيلة مين؟ اقوى واحد في التشكيلة هو حجازي وتريزيجيه وعد يمي سنة مش قوي يعني، هو انتستي. بس يا لهوي احنا معانا انتستي ايوه. دلوقتي هنلعب ماتش وان شاء الله في الحلقة الجاية
يلعب الماتش اللي بعده علشان الوقت هنا ما يضيعش. وزي ما انتوا عارفين يعني ظبطت حاجات كده في الاعدادات يعني. وريني كده السرعة يا ولد، على السرعة الفائقة، حلوة قوي السرعة دي. خلاص يا عم، وشوط بتاعه حلو على فكرة. التركيز كبير عليك في مباراة اليوم. اليوم تبدأ حكايته مع فريق الكبار، كونوا معنا على الموعد لمتابعة بداية مشواره. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا. ليه ده يلعب ده؟ أجواء جميلة وليلة فيها الجو. ده لعب معفن. انا جربته مره يعني، كنت عايز ارجع قدر الاداء اللي كان بيقدمه. المجموعات لبطوله الكاس الدوليه الاوروبيه التحضيريه في ظل هذه الاجواء بس الحماسيه المثيره، الكل متحمس هنا. ما ده بيتر ده ولا ايه ده؟ المباراه الاولى في الموسم، وحان وقت اختبار اللاعبين وتحضيرهم للموسم الجديد. فرصه كبيره للتسجيل، تدخل ياتي، فرصه بتضيع في التوقيت المناسب. حبيبي كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة، فرصة خطيرة. زيو والله حلوة أوي دي. المشاركة الأولى. حلوة والله قديمة أوي. ينجح في التسجيل، ما يحتاج وقت طويل، الله على هذه البداية. والله قديمة كويس جدا، ممكن نعلي الصعوبة كمان. النتيجة هنا تشير لتقدم الفريق. لو علينا الصعوبة متهيألي هيبقى حلو. كرة بتتخلص. مش عايزين بقى نلمس جون كتير بقى والشغل بتاع الموسم اللي فات ده. لحظة مهمة جدا في عمر اللاعب الشاب صاحب 18 سنة، اليوم بدأ مسيرته مع الفريق الأول، واليوم سيشارك بشكل أساسي، يوم سيبقى في ذاكرته مهما تقدم به العمر. يلا يلا اجري 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 اجري. كانت البداية، وعلي أن يحتفل بهذه الذكرى بأداء قوي في الملعب. زيو يا حلو والله، ولا حلو والله حلو. لا 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 حلو حلو. طب الرأسات بتاعته ايه بقى؟ تعامل جيد في ابعاد ضربة ركنية، ضغط كبير عند الكرة في مكان خطير. انت صح؟ انت صح؟ ده ليه؟ اه ماشي. امال هو فين الواد بيك ده ولا مش عارف اسمه ايه ده؟ اهو ده انت بتلعبه مدافع، حرام عليك يا عم، ده مهاجم. دفاع حديدي، خلصوا الكرة واوقفوا الهجمة. قولي بس، قولي حبيبي، قولي بابا. عودة إلى الخطأ بسبب عدم الاستفادة من مبدأ إتاحة الفرصة. ضاعت الكرة. عايز ألبسه هو اللي لبسني. في الآخر مين؟ كرة بالتعديل بوجه في المرمى. حرام عليك. أنت بتفوتها يا حمار. ضغط عالي لاستخلاص الكرة بشكل مبكر. يا بابا ارجع ارجع حزين ارجع تاني. يوبس يلا، انتستي ما بقاش المنقذ، اديامي هو اللي بقى المنقذ. مازال يفكر، مازال يبحث عن حل. تدخل وابتك. يا الله هذا التصدي، الله حارس المرمى يتألق. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. المساحة أمامه ليرسل كرة عرضية. كرة عرضية حلوة حلوة، تصل إلى حارس المرمى. شغال مش حلوة أوي بس تمام يعني. الكرة عند تريزيجيه يلعب مش بطالة. بعد عرضية ممتازة يمنع عبور كرة هدف في هذه اللحظات. مش بقول لكم قديم هو بقى المنقذ مش انتستي. مستحيل. لا جامد. أي أداء في مشاركة أولى، هدفين في مباراة الأولى. لا 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 جامد 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 والله جامد جامد. أنا لازم أعلي الصعوبة. أه والله لازم أعلي الصعوبة عشان إحنا بقينا يعني زي ما تقول كده بقينا أقوى شوية. يتقدم للأمام لكن خلاص انتهت، كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. بعدين احنا كده بنلعب اصلا واحنا مكملين كمان يعني. كرة خارج المرمى. يا اوه اوه
ايه ده؟ مين ده؟ اسمه بوتهايم؟ هنجيبه ده. والكرة تعود إلى منتصف الملعب. اهو بوتهايم. والكرة مقطوعة. بنجيبه ده. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. جامد الصراحة جامد. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة. عاشر رجالة. وانا الحارس بتاعت ممكن استخدمه ده اعتذر ولا لا؟ يونس متقدم في النتيجة حتى لا. حاسس ان هو اعتذر، حاسس. اصل لو اعتزل مفيش حد، ده التاني 62 لكن الحارس الاولاني كان 75. صراع بين اللاعبين على الكرة، ده 62. تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون هو يا اما اعتزل يا اما بعد هذا التدخل. يا اما هو في البلد بتاعته اللي هو عشان كان في لعيبة مع البلد بتاعتها، فممكن يكون معاهم او يا اما اعتزل عشان هم كانوا بيقولوا يستعد للاعتزال الموسم اللي فات. على حسب تسريبات يبدو بان روبرتو فيرمينو في طريقه الى نادي الانتر، والمفاوضات ما زالت جاريه مع اداره فريقه لاتمام هذه الصفقه. فتره الانتقالات هي موسم عمل هام جدا لجميع وكلاء اللاعبين، والانتدابات الجديده للفرق ننتظرها مع نهايه الميركاتو. لا حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. والله ضاعت الكرة وضاعت الهجمة. مقاتل في النهاية الكرة تنقطع عند الكرة الآن. تدخل ناجح على الكرة. ايوه يا ولد يا تريزيجيه يا ولد. وصلت لتريزيجيه فرصة الواحد على واحد الآن. يا ولد يا تريزيجيه يا ولد يا جنب. الكرة في المرمى، محمود حسن تريزيجيه المصري يسجل الآن، يبدع الآن، يسعد الآن، يدخل الآن قلوب عشاقه ومحبيه. يا ولد نتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. بينية تكسر الخط الخلفي، يسترد الكرة في منطقته. ايه انتستي، انت كنت جامد في الموسم اللي فات، مالك لما ادياني دي تصبح في سيطرة الفريق المنافس. انتستي انت كنت منقذ. تمريرة للخلف من عرضية. بيرد عليا بيقول لي لسه في مستواي، لسه في مستواي، بس هم اعلانية قوي. انا ليه مش عارف اعمل حاجه، شوف الهدف مره بس باخد عليهم يعني. لعب للتمريره وثم موقف واحد على واحد، تاتي التصويب القوي بس ده لف لفه وعمل كنترول. ايه النتيجه الان رباعيه مقابل هدف، 3 أهداف تصل بين الفريقين. تعالى بقى ده كده مش هعملها هجمه مطلقه، هو يعني انت فرق ضعيف اهو، او احنا اللي بقينا اقوياء مش عارف. علي الصعوبه دلوقتي، علي الصعوبه، محدش يقدر يعني دلوقتي. احنا بقينا فريق يعني. ها تدخل في هذه اللحظات، قربنا استخلاص لهذه الكره بشكل مثالي الى خارج الملعب، رمية تماس. تبديل سيجري في هذه اللحظات، تبديل طبيعي في رايي وامر منطقي لاننا نشاهد مستويات كبيره في مباراه اليوم. لا ينسي يتقدم. أيوة. في المساحة الموجودة في الجناح، فرصة أمام المرمى. ضز ده اللذينة التصديم، سرعة ردة فعل غير عادية لكرة غريبة جدا. زيو. لكنه نجح في الدفاع. زيو. كان في اللقطة الماضية بمثابة خط دفاع بأكمله. عمي زيو زيو زيو. وهنا الرايه ازاي يا عم على التسلل، تمريره كانت مبكره قبل العوده الكامله من مصيده التسلل، قرار سليم وتركيز غير موجود. تعال بقى تعال بقى. حلو التدخل، بيخلص الكره بدون ارتكاب اخطاء.
جميل الكرة البينية، الله على النطرة، بينية تمر من الدفاع، خطيرة عند تريزيجيه. يا الله حارس انتستي، انت بقيت وحشة ولا انتستي؟ ولا الحارس هو اللي شدت حيله؟ لا ولا ايه؟ دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية. تدخل جميل من اللاعب، خش فرصة للتسجيل، رائع في قطع إيه الكرة وفي إنهاء الخطورة، وهذه هي صافرة النهاية. ايه جماعة ايه ايه حلو، احنا عايزين نجيب بوفون، محتاجين بوفون، احنا والله محتاجين بوفون قوي يعني. عايزين نجيب بوفون، تعال نجيبه، تعال نجيبه دلوقتي. تعالي بوفون هيبقى رخيص اصلا، وممكن يكون هدف. لويجي بوفون. ايه ده؟ بس اعتزل خلاص يا بوفون. يا بوفون هو نوير قد ايه بقى؟ عشان نشوفه اهو، مانويل نوير 13,000. طب بص هقولك، جي كي ماشي، بس ما يكونش غالي. ما اروح للبيع ناس. حارس حلو يا حارس كويس، حارس كويس. بقول لك عشان يفهمني برضو بجد. طب لا، طب اقولك اسبانيا يا عم. لا والله مش اي لاعب من اسبانيا، ما حاضر. لا لا مفيش ولا حارس مرمى. شرط جزائي. And it was true, but I dreamt I may be the best and the rest. And the words I prayed, I said that I'm just 18. شكلك حلو انت. 1,500,000. كورتوا. كورتوا ده، كورتوا. بقول لك ايه، هو الشناوي اغبر. محمد شنوي شالو. طب استنى كده، ايه ده احمد؟ بقول لك ايه، تعال كده نشوف اكاوا ده ممكن يكون. لا 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 وحش. جي كي ادريان، شوف ادريان يا عم. دي خيب كام؟ فيانسكي كام؟ فيانسكي عايزين نشوف فيانسكي ده النظام. شوف برضه حلو،
ياه كاريوس كيبا، عايز كيبا ده، تعال نشوف كيبا. لوريس 15 مليون يا لوريس، يا لوريس مندي 60 مليون. تعال بقى نشوف كيبا، عايز كيبا الصراحة. نحاول احنا نتعاقد مع كيبا ولا ما عرفناش ننهي معاه يعني. حط لي بقى الميزانية كلها عشان نحاول احنا نتعاقد مع اي حد اللي احنا حاطينه ده، نحاول احنا نتعاقد معاه. بص، اول حاجة مير 13، ادريان مفيش. اول حاجة تعال نشوف كيبا الاول، ماشي؟ تعال نشوف كيبا، شوف كيبا النظام. بص يا كيبا، تاخد 2 مليون، حلوة 2 مليون من البلد. طب بص، كده ادريان ده، بص يا عم ادريان مبادرة حراس مرمى، حط لي ده. لو اقول لك بلاش اللاعب ده، هات لي اجنحة كده. طب مهاجمون، طب لاعبون وسط، طب اظهرة. ايه ده، في ظهير هنا. طب اقول لك قلوب دفاع. بقول لك ايه، واتسون ده احنا مش محتاجينه، وخد معايا يا عم 2 مليون، 2 مليون، وجيلي تجيب فيها، تجيب بيها طبق فول. ها ماشي، حلو. نحاول بقى ايه، نجيب ادريان ده هنا، ونشوف بقى قوته هتكون كام. اكيد مش اقل من 70 او 75، ممكن ليه لا. تعال يا سيدي حاسم، ده انت هام يا سيدي. سنة؟ لا يا عم، خد لك سنتين يا حبيبي، سنتين. انا كده كده اصلا انا عارف ان انت هتعمل، هتمشي يعني، هتعتزل. خد لك 6000، اكيد 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 مش هيقبل. ابلش. طب بص، هندرسون. طب هندرسون بقى ايه ده، هنشوف كده هندرسون. تعالى يا سيدي نشوف هندرسون ده النظام. بلات لعب قلب دفاع، خد لك واتسون، خد لك معايا يا سيدي 2 مليون. لا لا لا، اقول لك خد لك يا عم يعني 1,610,000. مين؟ لا يا عم، 58 مليون. ايه بس يا عم، سلام عليكم، صلى على النبي. بس ايه اللي 58 مليون في 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 حارس زي القرف كده زيه يعني. خلاص يا عم، مش عايزين حارس يعني، مش عايزين حارس، مش عايزين يعني. شكرا يا عم، شكرا يا عم، قلة الذوق اللي انت فيها دي. ايه يا عم قلة الذوق دي، تجنن نتهزق ولا ايه؟ هات يا عم حارس، ده ممكن يكون حل.
وجرب مع ده برضو. خلينا كده نحوش كده، يمكن لما نجيب فلوس كده نبقى نعرف نعمل حاجة. بس كده يا جدعان، هي دي كانت نهاية الحلقة، واستناكم في الفيديو الجاي. متنسوش اللايك والاشتراك، وشوفوا الحلقة الجاية، والسلام.